أهلا بكم في سكوت نيوز. يبدو أن الرادار الروسي بدأ يرصد ود تركيا بالفعل بعد الجفاء الأمريكي وإلغاء صفقة الطائرات F-52 الأمريكية لتركيا على خلفية شراء الأخيرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. فمؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة معرض الطيران الدولي ماكس 2019 وتناول الآيس كريم، حيث قام بوتين شخصيا بشرائه له خلال زيارة أخيرة لأردوغان إلى موسكو قبل عدة أيام، مذكرا بائعة الآيس كريم بإرجاع باقي المبلغ إلى الوزيرة. بعدها أخذ بوتين أردوغان في جولة تفقدية في أروقة المعرض واطلاعه عن قرب لأحدث الطائرات الروسية سوخوي 57 والتي تعتبر درة الصناعة الروسية. زيارة أردوغان لروسيا وبالذات لمعرض ماكس له دلالات واضحة ورسالة بخط عريض بأن تركيا ستتجه لشراء أحدث الطائرات الروسية والتي تعد الأكثر تطوراً في العالم، وهي سوخوي 57 الروسية التي قدمها بوتين لأردوغان على طبق من ذهب، مستغلاً سوء العلاقة بين تركيا وأمريكا وأثار حفيظة الخبراء الروس.